وتطوير الشروقي جهه حكوميه في اماره شارجه. طبعا لها هدفين رئيسيات الجهه، طبعا احنا مطور مشاريع على مستوى اماره شارجه، وكذلك احنا نروج الاستثمار في اماره شارجه، فهذه الشقين الرئيسيات اللي تتكون منهم الهيئه. طبعا احنا يسعدنا المشاركه في سوق السفر العربي. سوق السفر العربي طبعا يعتبر من اهم المنصات للترويج السياحي، وهو ملتقى لصناع السياحه، فهي وجهه نحن اليوم وجودنا هنا للترويج لهذه المشاريع، وايضا نتكلم نحن مع صناع القرار في هذا المجال للترويج لاماره الشارجه والمشاريع الموجوده فيها. طبعا تركيزنا احنا هذه السنه على عده مشاريع تبع الهيئه، اولها اللي هي مجموعه الشارقه اللي تتكون من ثلاث فنادق، اللي هو نزل الرفراف في مدينه كلباء اللي تم افتتاحها قبل 6 شهور تقريبا، كذلك عندنا نزل الفايه اللي تم افتتاحها من شهر اللي هي موجود في منطقه الفايه، وكذلك ايضا عندنا واحه البداير ان شاء الله راح يكون افتتاحها خلال الشهرين القادمات ان شاء الله. فهذه جدا مشاريع مهمه ومشاريع نوعيه ايضا في مجال السياحه البيئيه. كذلك ايضا عندنا تركيز على مشروع خرفكان اللي هو شاطئ خرفكان اللي هو يعتبر من احدث المشاريع اللي تقوم تطويرها الهيئه، ايضا خلال الشهرين القادمات ان شاء الله راح يكون افتتاح المرحله الاولى للمشروع اللي هي جميع المرافق الموجوده في المشروع من شواطئ من مرافق مختلفه، وبعد ذلك عندنا ايضا المطاعم اللي ان شاء الله راح تفتح خلال الاشهر القادمه. طبعا هذا شق رئيسي من دور الهيئه اللي هو شق اللي هو نحن نسميه استثمر في الشارقه. طبعا دور هذا الشق او هذه الجهه من الهيئه اللي هو ترويج الاستثمار. نحن اليوم نروج للمستثمر، إذا المستثمر حاب يركز على قطاع معين فنحن ننصحه شو هي القطاعات الموجودة وشو القطاعات اللي ممكن يستفيد منها، طبعا المعلومات كلها موجودة، بعدين نحن نسهل إجراءات المستثمر، نشوف نحن وشو محتاج وين الجهات اللي محتاج يتعامل معها، ونحن نخلص له جميع الإجراءات هاي، وإن شاء الله خلال الأشهر القادمة راح نفتح مركز المستثمرين اللي هو اسمه سعيد، وهذا المكتب راح يكون مركز فقط لمساعدة المستثمرين فيما يحتاجونه. طبعا مثل ما قلت هاي المشاركة مهمة وهذا معرض مهم طبعا، وصناع القرار جميعهم موجودين، فهذا هدف رئيسي نحن نعرفهم شو المنتج اللي موجود في اماره الشارجه وكيف نحن ممكن نزيد عدد السياح اللي يجون اماره الشارجه. طبعا الهيئه عندها عده مشاريع، في ما نقدر نتكلم عن كل مشاريع، لكن نحن في كل سنه عندنا مشاريع جديده نطرحها، وان شاء الله راح يكون في مشاريع جديده راح تقوم بها الهيئه في مش فقط في اماره الشارجه، مش فقط في مدينه الشارجه، ولكن المدن المختلفه التابعه لاماره الشارقه. طبعا لجميع المستثمرين اللي حابين نحن عندنا مركز او مكتب استثمر في الشارقه، اللي حاب يستفسر، اللي حاب يسال عن اي قطاع من القطاعات في اماره الشارجه فهو طبعا مرحب فيه في المكتب في اي وقت، ممكن يزورونا، ممكن يدخلون على الموقع اللي هو investinsharjah.ae ويتعرفون على الفرص الاستثماريه الموجوده، او يتواصلون مع احد الشباب اللي عندنا موجودين في المكتب.